بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم واخبار الرياضه من بث مباشر. النهارده عندنا اخبار في منتهى الاهميه، وايضا عندنا ضيف مهم جدا هو الاستاذ مجدي المتناوي، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم اللي برحب بيه في بدايه الفتره. اهلا وسهلا بحضرتك، شرفنا ومنورنا. وحشني كتير جدا والله. ده انت وحشنا دايما، وبشكرك على التواجد وعلى وجودك معانا بكل تاكيد. انا سعيد جدا بتواجد مع حضرتك. قبل ما نتكلم في الرياضه وقبل ما نتكلم في الكوره، زي ما حضراتكم متعودين دايما بيبقى في متابعه للاحداث اللي موجوده على الارض اللي موجوده في مصر. وزي ما حضراتكم كنتوا متابعين قبل ما ندخل ونتكلم في الرياضة، كان هناك عدد من الاشتباكات من طلاب الإخوان أمام جامعة القاهرة. زي ما حضراتكم شايفين تم فتح الطريق أمام المارة وللمركبات أو للسيارات، ده بتعليمات من الأمن. زميلنا محمد عبيد متواجد هناك في محيط جامعة القاهرة يقول لنا تفاصيل أكتر عن الموضوع. محمد اتفضل. نعم إبراهيم، هدوء حذر كما نرى في الصورة يسيطر على الأجواء هنا أمام البوابة الرئيسية لجامعة القاهرة بعد أن توقفت الاشتباكات بين المتظاهرين المتواجدين داخل الحرم الجامعي في هذه اللحظة من جهة، وقوات الأمن من جهة أخرى. بعد أن توقفت الاشتباكات بدأت قوات الأمن في إعادة فتح الطريق مرة أخرى وتصيير الحركة المرورية باتجاه ميدان الجيزة وباتجاه حي بين الثريات. توقفت هذه الاشتباكات بعد أن دارت لثلاث ساعات تقريبا أو أكثر بين كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن. الآن الطلاب داخل الحرم الجامعي بعد أن أغلقوا الباب الرئيسي للجامعة ووضعوا أمامه عدد من الصدادات الخرسانية أتوا بها من داخل الجامعة والأسوار المرورية ووضعوها أمام الباب الرئيسي حتى لا تستطيع قوات الأمن أن تدخل إلى محيط الجامعة. الآن يرددون هتافات من داخل المحيط الجامعي منددة بالأحداث التي وقعت خلال الفترة الماضية، وأيضا استجابة للدعوة التي أطلقها تعالوا الدعم الشرعية لإحياء ذكرى مرور 100 يوم على فضة الصمي رابعة ونهضة، كما أيضا ينددون بالحكم الصادر بالأمس ضد فتيات تابعين أو تابعون للتحالف الوطني دعم الشرعية أثناء مظاهرة في مدينة الإسكندرية. الأجواء هادئة الآن، هدوء. طيب محمد، أسأل عن هل في جرحى، هل في إصابات جراء الاشتباكات ولا لا؟ استخدمت طلقات الخرطوش حتى تمنع المتظاهرين من الخروج وإنهائهم. لا نستطيع أن نتأكد من وجود إصابات داخل الجامعة لأننا متواجدون في الخارج، لا نستطيع أن نرصد إصابات في صفوف المتظاهرين، لكن قوات الأمن لا توجد بينها إصابات، وهي المنطقة التي نقف بجوارهم فيها لا يوجد إصابات، فقط قوات أيضا من سيارات من الإسعاف تقف على جانبي الطريق تحسبا لوقوع أي إصابات والتحرك لإسعافها بأسرع وقت ممكن. الآن كما قلنا إذن هو في هدوء نسبي والأمور أفضل عما كانت عليه منذ ثلاث ساعات. أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا محمد عبيد من محيط جامعة القاهرة. أنا مضطر أن أنا أتحول بقى للحديث عن الكرة وعن الفقرة الرياضية. عندك تعليق الأول؟ لا بس عشان ربنا يحمي مصر، بس ربنا يحمي مصر ونعدي المرحله دي على خير باذن الله تعالى. في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه عن الاحداث ديت، ايضا عندنا مباراه مهمه جدا، مباراه بين الاهلي والزمالك في كره اليد، تم نقلها من استاد القاهره الى نادي هليوبلس بسبب الموقف الامني. يعني تقدر تقولوا نوع من انواع التمويه، خوفا طبعا من الاحتكاكات، خوفا من وجود الالتراس، خوفا من وجود الجماهير. الاحداث كلها ملتهبه على بعضها. نتيجه المباراه حتى الان هي تقدم النادي الاهلي بنتيجه 15-11، واحنا في الشوط الثاني نعرف تفاصيل أكتر عن المباراة من خلال اتصال الهاتفي. معانا مين يا جماعة التليفون؟ معانا حمادة عبد الباري المدير الإداري لنادي الزمالك. برحب بحضرتك يا فندم، أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك. أعرف من حضرتك تفاصيل المباراة والنتيجة كام دلوقتي؟ النتيجة حاليا 15-11 لصالح النادي الأهلي. بنلعب في الدقيقة الثالثة في الشوط الثاني. في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني. طيب يعني سير المباراة من وجهة نظرك ومتابعتك ليها، هنستغل وجود حضرتك بقى تنقل لنا بالظبط ايه اللي كان بيحصل في اللقاء. لحد الدقيقة 20 الشوط الاولاني النتيجة ماشية جون بجون. بعد كده اتقدم النادي الاهلي طبعا بخبرته، اللي عارف النادي الاهلي هو منتخب مصر لكرة اليد، والزمالك بيلعب بالناشئين اللي هو مواليد 94.
النتيجه وصلت لحد الدقيقه دلوقتي الدقيقه الثالثه من الشوط الثاني 15-11 للنادي الاهلي. طيب عايز اعرف يعني ملابسات نقل اللقاء من استاد القاهره لهليوبلس، وهل ده كان في اعتراض من قبل نادي الزمالك عليه ولا لا يا فندم؟ والله الحقيقه احنا ما اعترضناش على حاجه، احنا اتقلنا امبارح قبل المباراه عشان الناحيه الامنيه، عارف يعني كلنا يعني في صالح مصر نعمل اي حاجه. صحيح. فقالوا ان احنا هنبقى متجمعين النهارده الصبح في الانديه بتاعتنا، سواء النادي الاهلي في النادي الاهلي وسواء نادي الزمالك في نادي الزمالك، وهيقولوا لنا المباراه فين بالظبط عشان ما حدش من الجماهير او من الناس اللي بتعمل شغب والحاجات دي تحضر المباراه، المباراتين جماهير. الساعه 10:30 الصبح ده تليفون، لان المباراه في نادي هليوبلس مدينه الشروق. فالحمد لله النتيجه المباراه اتلعبت وما فيش جمهور فعلا غير الناديين فقط لا غير، والحمد لله يعني المباراه ماشيه كويس ومفيش اي حاجه. نتيجه دلوقتي على فكره وصلت 16-12 لصالح النادي الاهلي. 16-12 لصالح النادي الاهلي. انا بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا، واتمنى تبقى حضرتك معانا تولينا بالاخبار. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم كابتن حماده عبد الباري مدير الاداري لنادي الزمالك. دلوقتي جه الحديث عن الاتحاد المصري لكره القدم وعن منتخبنا الوطني، وبالامس تم اعلان اسم الكابتن شوقي غريب مديرا فنيا للمنتخب الوطني الاول، وايضا تم اعلان اسم الكابتن حسام البدري كمديرا فنيا للمنتخب الاولمبي. الحقيقه انه في ملابسات كتيره جدا بتدور حول الموضوع، ولا يمكن باي حال من الاحوال ان نغفل التصويت على الاسماء، ولا ايضا ان نغفل اختيار واسباب اختيار الاسماء اللي احنا ذكرناها كابتن شوقي غريب وكابتن حسام البدري، وما هي المعايير التي وضعها الاتحاد المصري لكره القدم. ولذلك كابتن والاستاذ مجدي المتناوي هيجاوبنا على كل الاستفسارات. جاهزين يا فندم؟ جاهزين يا فندم. جاهزين. طيب عايز انا ابتدي من الاول، مش هبتدي من الاخر. الناس قعدت تقول، مش الناس يعني، هي دي معلومات حقيقيه، انه المهندس هاني ابو ريده واقف وراء كابتن شوقي غريب، وانه كابتن طاهر ابو زيد وزير الرياضه رشح اسم كابتن حسام البدري وكان يرى فيه المدير الفني القادم للمنتخب الوطني. لا، الجزء الثاني في الاجابه في السؤال مش صحيح، لان انا كابتن طاهر ابو زيد حسب حدود علمي ما اتصلش باي حد خالص لترشيح مدربين معينين بالاسم، سواء كابتن شوقي او كابتن حسام او اخلافه. الراجل من اول لحظه كان بعيد. طيب لكن الجزء الاولاني صحيح؟ الجزء الاولاني المهندس هاني من اول لحظه هو بيزكي الكابتن شوقي غريب، وهو المهندس هاني برضه عشان نوضح للامور، هو مش بره مجلس اداره اتحاد الكوره، ده راجل عضو مجلس اداره اتحاد الكوره، فهو من الاول بيزكي الكابتن شوقي غريب. هل هناك فارق بين التزكيه وبين الاجبار على الاختيار؟ لا، مفيش اجبار، مفيش يكون واقعي، مفيش اجبار خالص. طب اغير السؤال براحتك، نخليه بالحب، تم اختيار الراجل ده علشان خاطر الكابتن او المهندس هاني ابو ريده كان يرغب في وجود شوقي غريب؟ لا، هو احنا عشان نكون واقعيين كلنا ثقه في كابتن هاني ابو ريده، لما نيجي نتكلم كشخص وبيقيم بيقدم انسان، هو راجل عضو مكتب تنفيذي الاتحاد الدولي. انا اكمل حضرتك، عضو مكتب تنفيذي الاتحاد الدولي، عضو اتحاد مكتب تنفيذ الاتحاد الافريقي، عضو مجلس اداره، مشرف على الانتخابات في مراحل كتيره جدا. فما بيجي يقدم واحد اكيد هو بيقدمه عن قناعه وعن خلفيه كويسه. فهو ما عرض اسمه وعرض في الجلسه، هو عرض قبل الجلسه عشان نكون واقعيين برضه، يعني قال قبل الجلسه انا بزكي فلان، لكن في الجلسه لما جه يتعرض اللي عرض الكابتن حسن فريد. طيب في نقطة إيضاحية أنا ما قلتهاش وفاتتني لازم أقولها، إنه لا خلاف على كابتن شوقي غريب، لأنه اسم الحقيقة صنع نفسه بمجهوده بذاته مع المنتخبات الوطنية، سواء لما كان مع منتخب الناشئين ثم بعد ذلك مع كابتن حسن شحاتة، والكل بيشهد له بالكفاءة. دي نقطة احنا منتهيين منها، لكن الناس دايما بتتكلم في الاختيار، ليه الاختيار تم بالشكل ده؟ يعني ليه الاختيار تم بالشكل ده؟ فأنا عايز أسأل السؤال التاني، إنه على الترابيزة هل كان في تصويت فعلا ولا لا؟ كان في يعني كان كل واحد، هو بدأت عشان نكون الكابتن حسن فريد باعتباره المشرف على المنتخبات شرح الفترة اللي فاتت كلها، تقرير عن الفترة اللي فاتت كلها عن مستر برادلي وجهازه وفيما جاي وفيما قادم المرحلة القادمة. كويس. عرض أربع أسماء وقال أنا بصفتي أنا برشح كابتن شوقي غريب. كويس. ده الكابتن حسن فريد.
عرض اربع اسماء دول الموجودين دلوقتي على الساحه. ممكن نعرف بقى الاسماء خلاص من الموضوع عادي مش مشكله خالص. مين الاسماء يعني اللي وارد تم عرضها؟ وارد كابتن شوقي، كابتن حسام البدري، كابتن طلعت يوسف، كابتن طارق العاشر، بس جه اعتذار واحنا قاعدين ان هو خارج، ان هو بيعتذر ان هو يخش ترشيحات لان هو مرتبط في عاد في ليبيا ومش عايزين يجي. كويس، يبقى اذا كابتن حلمي طولان. لا انت حضرتك قلت لي اربعه زودناهم. ما هو كابتن طارق العاشر كابتن حلمي طولان موجود فالاربع فعرض، وبناء عليه هو عرض وجهه نظره وقال انا شايف بخبرتي ان الامور الوقت في الفتره الحاليه محتاجه الكابتن شوقي غريب لواحد اثنين ثلاثه اربعه. راجل كان موجود في منتخب مصر، راجل حضر 2006 2008 2010 راجل واخد مركز ثالث في كاس عالم للناشئين. السيره الذاتيه بتاعته انا شايفها ان هي هو في المرحله دي هو المطلوب. طبعا احترامنا الكامل للباقيين على اعتبار انهم قادرين على قياده اي جهاز، لكن المرحله دي تتطلب ان الكابتن شوقي يكون موجود. تصويت خلص كام كام؟ خلص 12-0. 12-0 ال 12 اختاروا الكابتن شوقي غريب. ما كانش في طرح لاي اسم تاني. لا 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 على الاطلاق. طيب هل كان في اتفاق بقى انه هي 12-0 لانه الكابتن حسام البدري هياخد المنتخب الاولمبي؟ لا ما كانش كابتن حسام، يمكن ما كانش في زينه او كان هو في البدايه رافض المنتخب الاولمبي. وكان في اتصال بينه وبينه تليفونيا قبل الجلسه بيوم. فبقول له طب لو فرض الانتخاب منتخب اولمبي، قال لي لا انا بعتذر عنه. لكن في الجلسه اما اطرح اسمه. اذا ابلغكم قبل الاختيار، ابلغنا انا شخصيا بشكل شخصي، بشكل شخصي انه غير راغب في الوجود في المنتخب. انما اللي حصل ان كابتن حمد المصري قاعد على الترابيزه قال يعني احنا لما اطرح اسم الكابتن حسام قيمه كبيره، قال هو انا واخد منه خدت منه بعد كده موافقه مبدئيه على المنتخب. طيب حضرتك قلت لي 12 والحاج محمود الشيخ ما كانش موجود. لا كان عنده سفر في وكان موافق على اي حاجه انتوا هتقولوها؟ لا باعتبار ان هو مش موجود فالامور ان الموجود لا الصوت اللي موجود من عضو مجلس الاداره اللي مش موجود ما يصوتش. ما يصوتش. طيب هتكلم برضو في التفصيله دي تحديدا. احنا قلنا 12 هي 11 11 11 عشان كده لا لا هي 11 عمال بقى لا هي 11 بعيد تاني انا اسف هي 11 طيب 11 حضرتك قلت لي انه على الترابيزه كده. هل لما كابتن مثلا او المهندس هاني بريده يجي مثلا يقول لكم استاذ مجدي يا حاج محمود يا استاذ احمد مجاهد يا فلان يا فلان يا فلان انا شايف انه وجهه نظري يبقى موجود الكابتن شوقي غريب، هل بيبقى هنا التنفيذ بالحب ولا انتوا شايفين انه لا الكابتن شوقي غريب هو الاصل؟ لانه الناس بتاخد عليكم، انا اكمل الناس بتاخد عليكم الاختيار. يعني ليه اللي اخترت ليه حصلت الـ يعني الكواليس الغريبه في الاختيار وقبليها بشهر والناس بتقول المهندس هاني ابو رضا يضغط من اجل كذا؟ يعني كما لو ان اعضاء مجلس الاداره، ما انا اسف اللفظ ده مش 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 كلامي، كما لو ان اعضاء مجلس الاداره ما لهمش راي. طب تسمح لي نرجع ورا شويه؟ اتفضل يا فندم. في اختيار المدير التنفيذي المهندس هاني ابو رضا زكى مين؟ زكى الدكتور علاء عبد العزيز. كويس. وكان واقف ورا الدكتور علاء عبد العزيز. مجلس الاداره اختار مين؟ العميد ثروت سويلة. كويس. لانه راى ان من وجهه نظره لا العميد ثروت سويلة اكفى واقدر في المرحله الحاليه. اختار العميد ثروت سويلة. يعني الامور مش امور لا خد ده تاخد ده. لا انا بيطرح اسم بيتناقش وكل واحد بيفكر وبيبدا يحسب وبيقدر يدرس هل هو ده الاصلح هل لا مش الاصلح، وبناء عليه اما اتحسبت الامور لان الكابتن شوقي الاصلح فتم اختيار الكابتن شوقي. طيب اسم بقى الجهاز المعاون للكابتن حسام، احنا عملنا حاجه في اسماء مرشحه؟ لا 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 احنا عملنا حاجه جديده كمجلس اداره، اخذنا قرار يعني انا اعتقد ان هو قرار جيد ان احنا اعطينا للمدير الفني حريه تشكيل الجهاز المعاوني لان هو ده فريق العمل اللي هيشتغل معاه، فلابد يكون هو مع حابب توصيات باختيار اسماء جديده. لا هذا لم يحدث خالص اطلاقا. كل واحد يعرض تصوره على مجلس الاداره. هو كان في اقتراح ان هو يعرض اسمين في كل مكان ومجلس الاداره يختار اسم. فده ما بين ان هو يعرض اسمين او يعرض الجهاز لوحده بس منفصل. فهو الحريه يعني الراجل يعرض جهازين وانتوا تختاروا له منه؟ مش جهازين يعني هو مثلا ما هو ده معناه جهازين؟ لا لا هيقول مثلا ما هو انت حضرتك دلوقتي بتختار في كل مكان اثنين بالظبط كما لو انك بتكون جهازين. هو بيقول والله هو بيقول انا 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 شايف ان انا هتعامل مع كابتن ابراهيم ومجدي كويس جدا الاثنين بالنسبه لي سيان. خلاص يبقى المجلس الاداري ياخد واحد او لا انا مصمم على الكابتن ابراهيم يبقى خلاص حق الكابتن ابراهيم ما عندناش مشكله لان انت اللي في الاخر هتتحاسب. صحيح. يعني انت في الاخر هو ده اللي هيشتغل معاك وهنفذ تعليماتك انت كمدير فني. فلابد يكون في ارتياحيه ما بين الاثنين. طيب ما فيش اسماء مرشحه ممكن تقولها لنا؟ ما والله ما اعرف رأيي. يعني كابتن عبد الظاهر السقا تم ترشيح اسمه، كابتن احمد ناجي، كابتن فكري صالح. طب انا اقول لحضرتك حراس المرمى سمعت اه كابتن فكري اه
كابتن احمد ناجي كابتن احمد سليمان ماشي. وانا جاي في السكه دلوقتي سمعت اسمي تاني كابتن ايمن طاهر واحد صاحبي متصل. عندكش ابراهيم فايق في في الاسم؟ لا جاي في مدير الجهاز. فبنسمع اسماء لكن هو يقدم مين دي بترجع له. طيب هو خلاص بطبيعه الحال تم الاختيار لكن الناس لازم يبقى عندها الحق تعرف التفاصيل اكتر عن الموضوع. بالتالي احنا كنا بنتكلم وقلنا انه الفتره الجايه خلاص هنبقى ورا منتخبنا الوطني وكلنا هنبقى ورا كابتن شوقي غريب. تم الاختيار ولكن بطبيعه الحال كنت لازم اسال في الامور دي علشان الناس يهمها قوي ان هي تعرف كيفيه الاختيار. علامات الاستفهام اللي الناس كانت بتتكلم عليها، هل كنتوا حاطين معايير معينه؟ لا هي طبعا كانت معايير معانا ان الانسان يكون مثلا حصل على بطوله، ضرب منتخبات، لا تجربه منتخبات، حصل على بطوله، واللي يمكن اتوفرت في الكابتن شوقي والكابتن حسام. يعني كابتن شوقي ضرب منتخبات، كابتن حسام حصل على بطوله افريقيا وبطوله الدوري مع النادي الاهلي، فدي كانت من ضمن الاساس المعايير. زاد الشخصيه، كلهم ناس افاضل، لا شخصيه شخصيتهم كلهم اللي اتعرضوا اسماء محترمه جدا، فتم اختيار الاثنين دول. بس عايزين نعدي مرحله الاختيار، في مرحله بقى ان احنا نقف ورا منتخبنا. ده اللي انا هتكلم فيه. بس قبل ما اروح للنقطه ديت، هل كان في توصيات من برادلي نفسه باختيار اسم مدير فني مختلف او بتوصيات في تقرير اكيد بيعمله برادلي بعد نهايه؟ لسه ما سلمش التقرير، لسه ما فيش اي تفاصيل حتى عن الموضوع. كان مخلص الماتش، كان مسافر بره، جه امبارح تقريبا او اول امبارح بالليل بشكل عشان يصفي متعلقاته ويمشي. لا ما قالش تقرير في حاجه معينه. الكلام اللي اتقال انه المرتب اللي هياخده كابتن شوقي غريب تقريبا مقارب للمرتب اللي بياخده كابتن حلمي طولان في نادي الزمالك، الكلام ده صحيح ولا لا؟ انا ما اعرفش مرتب الكابتن حلمي كام بصراحه. طيب الناس عايزه تعرف كابتن شوقي غريب الجهاز الفني بالكامل هيبقى تكلفته كام؟ لا الجهاز دي صعبه لسه. صعب. ما اعرفش كابتن شوقي كمدير فني لا يتجاوز ال 150,000. 150,000 لا يتجاوز كمدير فني، ممكن يكون اقل من كده. شامله الضرائب، شامل الضرائب، ممكن يقل عن كده. اتكلمت في كل التفاصيل. السقف الاعلى بالنسبه لنا 150,000 منتخب اول، 120 منتخب اولمبي، ده اعلى سقف. انا ممكن يقل عن كده، ممكن يقل عن كده. هتكلم بقى عن اللي جاي، هتكلم على الدوري العام وبدايه الدوري العام. المفروض انه الناس كانت بتقول او انتوا اللي كنتوا بتقولوا، مش ناس، الاتحاد المصري كان بيقول انه هيبتدي مع بدايه الشهر المقبل، بعدين تم تاجيله لمنتصف الشهر المقبل، بعدين للاسبوع الثالث. اخر كلام عند لجنه الانديه ورئيس لجنه المسابقات. انا لجنه الانديه، لجنه الانديه ورئيس المسابقات لما اجتمعوا اخر مره اجتماع لقوا ان لسه بعض الامور ما استقرتش، بعض الانديه ما جابتش موافقات الامن، فاضطروا ان هم ياجلوا. احنا كنا حاطين ميعاد مبدئي 7 ديسمبر نبدا التمرين، فلقوا ان في بعض الانديه ما جابتش موافقه الامن وما جابتش الملاعب اللي هتلعب عليه، فلقوا انهم اجلوا الدوري. انا شايف ان هو عشان نخلص الانديه تخلص موافقتها وتبدا تبعت موافقات الامن، مش هيبقى قبل 2012. مش قبل 2012، مش قبل 2012، ده كلام صريح يعني. مش قبل 2012. طيب الاستراتيجيه بتاعه التعامل مع لجنه الانديه من قبل الاتحاد المصري لكره القدم عامله ازاي؟ لا هو احنا لجنه الانديه استراتيجيتنا ان هي جزء من الاتحاد، هي مش خارج الاتحاد، هي مش طرف تاني. ده بالنسبه لكم انتوا، بالنسبه لهم هم ان هم خارجين عن الاتحاد. لا احنا بالنسبه لنا دي لجنه داخل الاتحاد، مش لجنه منفصله عن الاتحاد، لجنه ضمن لجان الاتحاد، زي لجنه مسابقات ولجنه شؤون اللاعبين ولجان، هي لجنه انديه القسم الاول، هي لجنه طبقا للنظام الاساسي، هي لجنه من لجان الاتحاد. محاضرها بتعرض على مجلس اداره الاتحاد للاعتماد، لا استقلال من شانهم، فهم ناس افاضل، لكن هو دي لائحه النظام الاساسي، ان دي لجنه من لجان الاتحاد، جزء من جزء المكمل للاتحاد، بيمثل في مجلس اداره الاتحاد باثنين اعضاء، هو المهندس محمود الشامي والمهندس ايهاب ليطه في لجنه الانديه. دول بيمثلوا وجهه نظر الاتحاد. طيب عايز اعرف، المفروض انه لائحه لجنه المسابقات السنه دي هتبقى مختلفه عن السنه اللي فاتت. مظبوط. طيب انتوا كاتحاد اتكلمتوا فيها، طبعا المشرف العام على لجنه المسابقات هو المهندس ايهاب لهيطه، وبيليه رئيس لجنه المسابقات المهندس مازن مرزوق. طيب هل انتوا اتكلمتوا في تغليظ العقوبات ولا انتوا شايفين؟ اتكلمنا، احنا كنا عملنا تصور، المهندس ايهاب لهيطه كان قاعد معانا عمل تصور لتغليظ العقوبات والغاء المباراه في حاله دخول جمهور في المباراه الممنوعه والى اخره، وتم يعني كانت في الصوره النهائيه ليها، لكن احنا برضه لم نعتمدها نهائيا في محضر مجلس اداره. بعد مراجعتها او بعد ان تقول رايها في لجنه مسابقات القسم الاول، تقول رايها فيه، هل في هي موافقه على كل دوت؟ هل في ليها بعض وجهه النظر في التعديل؟ لان زي ما حضرتك احنا مش طرفين، احنا طرف واحد، فلابد ان كل حاجه تحصل بالتوافق ما بين الاثنين، ما بين لجنه المسابقات
رئيس اداره المسابقات. مش احنا قادرين جدا انهم عاملين لجنه مسابقات ونعتمدها في محضر جلسه انه هي دي لجنه هو ده قرار كويس. لا لا احنا مش عايزين كده. بنقول لا لجنه المسابقات تقول رايها عنديه القسم الاول اللي يتم اختيارها تقول رايها برضو فيه يمكن عندها فكره احسن يمكن عندها تطوير احسن وكل نعتمدها مفيش مشكله خالص. طيب هو كويس ان انتوا بتتحركوا في الشق ده. طيب هرجع لحضرتك تاني لاننا عايزين نعرف ملابسات تاجيل قرار لجنه الانضباط في الاتحاد المصري لكره القدم في شاره احمد عبد الظاهر ليوم الخميس المقبل بدل من اصدار القرار اليوم الخميس بتاريخ 28 نوفمبر. معانا على التليفون السيد جمال دياب رئيس لجنه الانضباط يدينا تفاصيل اكتر عن الموضوع. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بك كابتن ابراهيم وانا بتشرف باتصالك وبمسي واسلم على اخونا فاضل مستشار مجدي المتناوي عضو مجلس الاداره. اهلا بيك يا دكتور جمال تحياتي لحضرتك كتير. ازي حضرتك كل سنه وانتم طيبين يا فندم. انت بصحة. طيب سيادة المستشار امر الله وحده بسال حضرتك عن تفاصيل التاجيل وايه العقوبات اللي من الممكن يتم توقيعها على اللاعب يا ريت حضرتك تفيدنا في هذا الامر. طيب يبقى نتكلم النقطة الأولى على التأجيل. التأجيل مسألة طبيعية جدا إن إحنا لجنة مكونة من 5 أعضاء كلهم رجال قانون ورجال قضاء فالطبيعي إنه كل منا بيبقى له قراره أو رأيه ولكن بيبقى فيه جلسة مداولة. امبارح موضوع المداولة كان كل من الأعضاء بعضهم عد رأيه القانوني والبعض لسه فكان الإجراء الطبيعي إن إحنا نرجع للأسبوع القادم علشان نبقى واصلين لقرار قانوني لا يخالف صحيح القانون اللي بنشتغل على أساسه. كويس. واحدة. كويس. النقطة الثانية اللي حضرتك سألني فيها ايه هي العقوبات؟ لا اللوائح مليانة عقوبات كان من الفيفا والاتحاد المصري ولائحة الانضباط ولكن ما يملكش حد فينا يفصح عن عقوبة في قضية ما زالت في حيز المداولة والمناقشة. كويس. هيكون الخميس الجاي في الجلسة بعد المداولة يطلع القرار على طول طبقا لرأي اللجنة بديمقراطية وبأغلبية وبحياد تام لا مصلحة لنا في أي شيء. طيب سؤالي وحاجة يعني صريح جدا وواضح كويس انك قطعت لنا على طول الموضوع بشكل سريع ما يتعلق بالتأجيل في المرة المقبلة هل ده وارد ولا لا هيبقى فيه قرار نهائي؟ قرار نهائي ان شاء الله لانه احنا بنقول العدالة المنجزة واحنا بننجز على طول ما عندناش حاجة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور جمال دياب رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم واللي أكد على انه التأجيل ده بسبب المداولة تأجيل تحقيق النتائج التحقيق طبعا مع احمد عبد الظاهر نتيجه مباراه الاهلي والزمالك 22-17 لصالح النادي الاهلي مباراه الاهلي والزمالك في كره اليد واللي اتنقلت من استاد القاهره لهليوبوليس. انا كنت بتكلم مع حضرتك انه كويس ان انتم بتتحركوا في الشق ده. طب اسال حضرتك سؤال متعلق بالفتره اللي جايه ما يتعلق بالاتحاد المصري لكره القدم وكيفيه ترتيب الامور مع الاجهزه الامنيه بحيث انه احنا هنتفق على ميعاد هيبتدي فيه الدوري وميعاد هينتهي فيه الدوري ده وارد يحصل ولا لا؟ حضرتك هتجاوبني بس بعد التقرير. لا بعد التقرير. في تقرير عدونا زميلنا أسامة إمام متعلق باختيار اسم المدير الفني لمنتخبنا الوطني زي ما حضراتكم متابعين كابتن شوقي غريب وأيضا الكابتن حسام البدري لمنتخب الأولمبي. نروح للتقرير بعد التقرير فاصل وفاصل نرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. أستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم واجتماع هام جدا لمستقبل الكرة المصرية اجتماع بيحدد المدير الفني القادم والجهاز الفني القادم للمنتخب المصري وايضا المنتخب الاولمبي يعني تطلعنا على اهم مدار هذا الاجتماع ونعرف ان طبعا ان في مشغولات كثيرة وتدريبات كثيرة جدا لحضرتك دار الذي دار في هذا الاجتماع وكواليس هذا الاجتماع النهارده. هو طبعا احنا تناقشنا الاول في المسابقات وبعد كده تناقشنا في ايه اللي مطلوب من عندنا عشان يبقى في تعديل للمسابقات للمطابقه للمسابقات بالنسبه للارتباطات الدوليه. كابتن هاني ابو ليده برضه حضر النهارده وكان جايب الارتباطات الدوليه معاه ويمكن اتشرحت وادى يمكن لكل واحد من اعضاء مجلس الاداره نسخه من الارتباطات الدوليه اللي موجوده. كابتن حسن فريد طبعا عرض التقرير بتاعه طبقا لمحضر مجلس الاداره وكان بيقول ان احنا طبقا للارتباطات الدوليه يبقى في ترابط موجود لازم يختار المدير الفني لان عندنا اوقات وتوقيتات مثلا لازم يتلعب فيها مباراه دوليه وديه. بناء عنها لابد ان احنا نختار جهاز. تعرضت الاسماء كلها الناس كلها محترمه طبعا. مين الاسماء اللي تعرضت؟ لا تعرض كل الاسماء اللي تالت في كل الصحف الناس كلها قدرت كل الناس اللي تعرضوا واحترموا اسماء الناس اللي موجوده. طبعا زي ما انت عارف ان بيبقى في الترابيزه فيها اختيارات ما بتبقاش اختيارات لرئيس اتحاد وحده
بيبقى في الترابيزه بتتكلم بتقول كل واحد يقول رايه. الجهاز الفني الجديد بقياده الكابتن شوقي غريب، وهو هيشكل جهازه ويعرضها على المجلس. ثم كان هناك تطرق للمنتخب الاولمبي ايضا، وكان كابتن حسام البدري. طب كابتن حسام بصراحه كان حسام بدري رفض المنصب، انتوا اتكلمتوه واتفقتوا معاه ولا ده يعني تكليف منكم ولسه هتاخدوا رايه؟ كابتن حماده المصري المسؤول عن المنتخب الاولمبي كان على اتصال بيه، وهو واخد على عاتقه انه يتكلم معاه. وافق بشكل رسمي خلاص؟ لحد دلوقتي لسه. كابتن حماده المصري هيتكلم معاه النهارده. كابتن حسن الجهاز المعاون كل الاجهزه والعرف قال ان المدير الفني هو اللي بيختار اجهزته واحنا بنصدق عليها. كان في خطط للمنتخبات والتواصل الاجهزه خلال الفتره من 2014 ل 24، واعتقد احنا الفتره اللي اشتغلت فيها مده مشرف عام المنتخبات تسمح لي ان انا اقدمها للجهاز الاداري الموجود والجهاز الفني وتعرض على اللجنه الفنيه. واعتقد ان احنا لازم نركز فيها ويبقى في طموح زايد خلال المرحله الجايه، لانه احنا عندنا 2018 2022 هم الهدف الكبير ان شاء الله يكون ربنا وفقنا فيهم. يعني خلينا نكون اكثر صراحه، حضور الكابتن هاني ابو ريده وكلام كثير جدا جدا على تدخلات الكابتن هاني ابو ريده في الاتحاد المصري لكره القدم واختيار الجهاز الفني واختيار مستقبل الكره المصريه، ردك على هذه الاقاويل، ردك على اختيار الكابتن شوقي غريب مدير فني ولانه الكابتن هاني ابو ريده هو اللي اختار الكابتن شوقي غريب. لا، هو مفيش حاجه اسمها تدخل. المهندس هاني ابو ريده عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والافريقي وعضو الاتحاد المصري بالقانون، فمفيش تدخل. ده طبيعي ان دول موجودين، لازم اكون انا موجود في وسطهم لاي تساؤل اي استفسار، تدي لهم خبره 24 سنة على ترابيزة اجتماعات اتحاد الكرة المصري، فده وضع طبيعي. انما بتبقى القرار والعرض بيتم من المشرف العام على المنتخب، والقرار ل 11 راجل موجودين على الترابيزه.